أولمبياد بكين الشتوي وبعد مشادات وخناقات ورمي كلام، يعني تحديدا بنتكلم على المستوى السياسي، أخيرا افتتحت يوم الجمعة وكان في حفل افتتاح ضخم في الاستاد الوطني مثل ما شايفين أمامكم. طيب بعد الاحتفال الضخم طلع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وعبر عن أمنيته وقال إنه يا ريت الروح الأولمبية الرياضية تنهي كل الخلافات اللي صارت، وفعلا احنا ما سمعنا عن خناقات في العلن زي أول، لكن كان في دراما وعجائب وغرائب في الأولمبياد ومواقف تستحق إنه التوقف. فمثلا يدوبك لسه الجماعة بيقولوا يا هادي، في أول يوم زعلت كوريا الجنوبية من الصين وانتقد السياسيين والناشطين في كوريا الجنوبية الصين بسبب اللبس التقليدي المعروف بالهامبوك. فكوريا الجنوبية قالت أن الثقافة أو أن الصين استولت على ثقافتها بعد ما ظهرت امرأة في الافتتاح وهي بترتدي الزي التقليدي الكوري، على أنها من الجروب أو الجماعات العرقية اللي المفروض أنهم بيمثلوا الصين. وبالمناسبة الموضوع ممكن يكون حساس بالنسبة لكوريا الجنوبية، كون أنه حوالي 1,000,000 شخص من أصل كوري بيعيشوا في الصين وهم أقلية معترف فيهم وعندهم لغة وثقافة لوحدهم. فعشان كده الفكرة مزعلة كوريا الجنوبية. وبحسب كلام النائب عن الحزب الحاكم في كوريا أنه هذه مو المرة الأولى اللي بتقدم فيها الصين الثقافة الكورية وكأنها ثقافة خاصة فيها. وأكدت النائبة كمان أن الموضوع حيتخطى اللبس وحيكون عقبة كبيرة في التعامل الدبلوماسي مع الصين في المستقبل. طيب في قصة ثانية كانت حديث الأولمبياد وصارت بين المنتخب الروسي والكندي للسيدات، فالاثنين تقابلوا صباح اليوم على حلبة هوكي للجليد. القصة صارت بعد ما انطلقت صافرة، أو قبل حتى ما تنطلق صافرة البداية، خلينا أحكيكم على اللي صار قبل. يعني أصلا كانوا هم لسه جالسين في غرفة الملابس وأخرت الدراما اللي صارت المباراة ساعة كاملة، والسبب أنه الكنديات رفضوا يواجهوا الفريق الروسي لأنه فحوصات كورونا الخاصة بالفريق الروسي ما ظهرت، فقالوا أنه لا ما رح نلعب ورح نستنى لغاية ما تطلع ونشوف إذا نلعب معهم اليوم ولا لا. وسبب تخوف الفريق الكندي من أنهم يصابوا بكورونا بيرجع لأنه سبق وأصيب عدد من لاعبات المنتخب الروسي بالفيروس قبل اللقاء وتم حجرهم، يعني أساساً كان بينهم إصابات. طيب الاتحاد الدولي لهوكي الجليد اتوسط بينهم وطلع يعني بحل أنه يا جماعة العبوا وانتوا لابسين الكمامات، وفعلاً الاثنين وافقوا على وعلى هذا الأساس نزلوا الملعب ولعبوا. وخلال ما هم بيلعبوا ظهرت النتائج، وتحديداً في الشوط الثالث الفريق الروسي اتخنق من الكمامات وقام وشالها، لكن الموضوع استفز وأزعج الفريق الكندي اللي صمموا أنهم يفضلوا لابسين كماماتهم لغاية ما تنتهي هذه المباراة. عموما على فكرة اللقاء انتهى بفوز المنتخب الكندي 6-1 اصلا يعني كمان هي. وبالمناسبه بما انه بنتكلم كمان يعني عن الاولمبياد، فكان في حادثه لافته اتوثقت على الهواء مباشره. فاثناء ما كان الصحفي الهولندي شورت دنداس بيقدم تقرير مباشر على قناه NOS، فجاه طلعوا مسؤولين صينيين وحاصروا شورت دنداس. شورت staat vlak bij het stadion. Wat gaat China de komende uren laten zien? Ja. Hey, shut down, Igor. We zijn Simon en Blok. Ja, we worden hier inmiddels, je merkt het, al weggetrokken. We zijn net ook al bij een ander gebied weggezet. Dus ik vrees dat wij later even bij je moeten terugkomen. Ja, dat kan halen, ja. Denk ik ook, Sjoerd. We gaan door met het volgende onderwerp. Ja, ja. الفيديو طبعا تم تداوله بشكل كبير ولسه للآن لو دورتوا عليه حتلاقوه ترندينج في كثير أماكن. عموما هذه الضجة ما عجبت الصين طبعا واعتبرتها تشويه من الإعلام الغربي لأولمبيادها، وقالت إنه حادثة الصحفي الهولندي حالة فردية لا أكثر ولا أقل، وأنه الحراس أخذوا الحماس زيادة عند اللزوم بس.